الهمزة وصل لأجل البداية والخير لأهلي والغالية بلدي، أصل البداية وإياك حكاية لو حتى آخر الكون معايا. جينا عشانكم وبنينا عيلة، أنتم حياتنا وكبرنا بيكم. مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بيكم وحلقة جديدة في رمضان ومميزة جدا إن شاء الله تعالى، بإذن الله تعالى، وعنوان همزة وصل الأحبة. النهاردة بيشرفني طبعا في الحلقة التانية اللي معانا إن شاء الله يعني الأستاذ الغالي جدا عندنا طبعا المستشار أحمد صلاح مدير شركة أحباب الرحمن. ازيك يا فندم؟ أهلا وسهلا دكتور. أهلا وسهلا، شرفت بسيادتك. الله يكرمك يا دكتور، الله يبارك فيك. لا ازيك، أنا مبسوط إن أنا موجود مع سيادتك مع فضيلة الشيخ محمد جلال. ربنا يكرمك يا رب. الشيخ محمد جلال طبعا معانا وبيشرفنا النهارده بيقدم معانا على طول يعني فأغثونا طبعا. ربنا يجعلنا صحبة في الخير إن شاء الله. ربنا يبارك فيك محمد يا رب. الله يعزك يا دكتور. اتفضل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأنا ولا وبعد. طبعا الحلقة الثانية من برنامج همزة وصل، فنسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وأوشكنا على الانتصاف من رمضان 12 رمضان بقى، كل سنة طيب. أوشكنا على النصف، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا من عتقائه من النار، وأن يجعلنا من المقبولين وألا يجعلنا من المحرومين. طبعا حلقة فعلا زي ما يقول الأستاذ شريف النهاردة مميزة. كنا بالأمس طبعا كان في مؤتمر رهيب بصراحة. كان طبعا مؤتمر في نماذج مشرفة بقى أبطال العالم. والله أنا عايز أحييهم طبعا، الشيخ محمد دلوقتي، كابتن فاطمة عمر، كابتن عمر كابتن شعبان يحيى، وكابتن أمل الدسوقي، وكابتن يعني هاني محسن. جميلة. مجموعة قوية جدا. إحنا الصراحة يعني الصور موجودة هي في المؤتمر. المؤتمر ده دكتور صلاح فيرو طبعا معانا، والشاعر الكبير طبعا فيصل، كابتن أستاذ فيصل، كابتن فاطمة عمر، وكابتن أمل الدسوقي، والنوبيين الجمال طبعا. احنا دايما نقول نوبه تاريخ علم التاريخ، النوبه في كل مكان في مصر. ده حقيقه دايما نقول ما شاء الله. هو مؤتمر كان كويس جدا، قوي جدا، تبع دكتور اشرف صبحي وزاره الشباب والرياضه. الشاعره الجميله البنت الصغيره دي يا دكتور، كان عاملين شغل جميل قوي يا جماعه ما شاء الله. احنا عايزين نهتم باولادنا. الحركه دي في ايدي، بص عامله شغل جامد قوي. بص هنطير مع بعض جدا في مجموعه لا لا عايزين نتكلم عن اولادنا. احنا معانا طبعا بعض النجوم جامد جدا اصلا، معبر. لا جميل يا استاذ احمد. طبعا احنا بنرحب طبعا باستاذ احمد صلاح الصديق الجميل الاخ العزيز، معرفه المسجد واول بدايه الدين يعني. الله، معرفه المسجد دي جميله. معرفه مسجد لله، صدقه لله. الله يحفظك. ما فيش اي مصلحه ولا اي شيء بفضل الله. ده اللي بيجمعنا علينا الصداقه يا رب. يا رب يا رب العالمين. ده اللي بيقول الشيخ محمد، هي همزه وصل الاحبه اللي احنا بنقول عليه دايما. حقيقه الهمزه اصل، الهمزه اصل. والله انا عايز والاصل والاصل مين؟ انا عايز اشكر والله دكتور شريف اللي سمى اسم همزه وصل. ربنا يكرمك. الاسم معبر جدا. همزه مختفيه بس هي موجوده. اللهم صل على النبي. غير الهمزه هي وصل لا تنطق، تسقط وصل الكلام يعني يبتدا تقولهم. فاحنا لازم نقول لك بقى اللي سمى الاسم ده، يعني مجموعه قويه جدا، كابتن احمد ناصف، كابتن داليا، كابتن منى صلاح، في التجمع حموده، هي ليها بصمه يعني في انحاء الجمهوريه كلها بيرو. يعني انا حضرت مع سيادتكم قصر الثقافه والتجمع الخامس حقيقي. يعني جبر الخواطر ده عند الله كبير يعني. طبيعي حقيقي. ربنا يكرمك يا رب. ربنا يجعلنا ان احنا نجمع خواطر بعض يعني، نكون همزه وصل بيننا وبين بعض دايما. ربنا يكرمك. انا كنت بس عايز اقول ان احنا فعلا همزه وصل بيننا وبين الفقير والغني وكل حاجه جميله في المجتمع، زي وقودات خاصه، كل حاجه فعلا احنا نعمل همزه وصل. دايما انا قلت في الاول دي معبره لكل الايفنت بتاعنا. انا حضرت والله حسيت بحب جدا وراحه نفسيا حقيقه. بسم الله ما شاء الله. يعني قصر الثقافه وتكريم ذو الهمم والأمهات المثاليات ده فوق دماغنا يعني. حقيقة. أمهات أفاضل يعني. حقيقة. ربنا يكرمك. مش كنت أنت منور الدنيا يا دكتور شريف والله. بنوركم. لا والله بنوركم والله. أنا كنت أنا والشيخ محمد صراحة روحنا المعادي تبع وزارة الشباب والرياضة، كان إيفنت حلو. عايزين طبعا نشكر دكتورة طبعا سهام، دكتورة سهام عملت مجهود كبير جدا من المؤتمر مع همزة وصل. والشيخ محمد صراحة كان حقيقة. يعني افتتح الامسيه الجميله دي امبارح، يعني بسم الله ما شاء الله كان يوم كامل. احنا رحنا الساعه كام يا محمد؟ الساعه 4 متهيألي، الساعه 4 قبل كده، الساعه 2 بالليل يعني. دايما تبور خواطر الناس يعني. لا طبعا. يوم شاق، يوم جميل، يوم جميل مع همزة وصل والله. افطار ممتع وسحور اكثر يعني. ربنا يجعله في ميزان حسناتكم. اللهم امين يا رب. طبعا النهارده نحاول ان احنا نتحاور شويه او جزء في الكلام عن الحج والعمره يا دكتور. اتفضل. مع الاستاذ احمد طبعا، الاستاذ احمد صلاح النهارده طبعا في بدايه الكلام. الله عز وجل قال في محكم التنزيل: وأتموا الحج والعمرة لله. والنبي عليه الصلاة والسلام جعل أن العمرة مكفرات، من العمرة إلى العمرة مكفرات، وكذلك الحج والعمرة ينفيان الفقر والذنوب. فبلا شك هذه بشرات، وإحنا طبعا متابعين موضوع العمرة في رمضان السنة دي. لا العمرة السنة دي صعبة جدا، أعداد مهولة يعني. انت لو نظرت في التي في او مواقع التواصل الاجتماعي هتجد ان الامطار عديده جدا خارج الحرم بيصلوا تراويح.
في عدد رهيب اكتر من 3 مليون معتمر، فربنا يجعلنا السنه الجايه ان شاء الله او العام القادم نكون من معتمرين في شهر رمضان. رجعنا الحجاج بقى الحرام، بدات بقى الحج والعمره بأمر الله. يعني سبب من الاسباب يعني بنستاذنك فيه طبعا صور كده للحج، كنا مع احباب الرحمن انا وعدتهم ان شاء الله ننزل الصور بتاعتهم. يعني احباب الرحمن ما شاء الله جميله جدا، بتعمل حاجات كويسه والله مع الشيخ محمد. احنا قلنا قلنا وعدناهم في قصر الثقافه دكتور اللي ان شاء الله نعمل عمره في عمره قادمه ان شاء الله، عشان العمره في رمضان انتهت بفضل الله، فالموسم هيبدا من شوال، هتبقى موسم شوال دي مفاجأة. عمره جميله دي، عمره مفاجاه ان شاء الله. الاسعار كلها هنبدا ننزلها ان شاء الله، ولو دي الصور طبعا المجموعه الجميله على الشاشه كانوا معانا في الحج اللي فات، شيخ باسم وكل مجموعة مش قول اسمها طبعا، الحاج مجدي، كلهم ناس جميلة أفاضل. جدا جدا المهندس محمود وكل مجموعة والله يعني ناس افاضل جدا. انا قلت لهم ان شاء الله كانت احلى صحبة والله، صحبة الخير، هي صحبة الخير، صحبة الحج والله دكتور شيف، من احلى الناس والله عرفتها في حياتي والله، فحبيت احييهم واكرمهم على الهواء دلوقتي. هم يستحقوا ذلك بفضل الله ان شاء الله. احنا ربنا اكرم مجموعة احباب الرحمن اللي هي قامت ببرامج عمرة كثيرة جدا ما شاء الله، ولكن اللي استوقفنا احنا محتاجين اللي وقفتنا اللي يعني كانت موضوع صعب جدا علينا، اللي انت تشوف الحرم مغلق او فاضي، العين دمعت والقلب دمع، فربنا اكرمنا بفضل الله العام ده الموضوع مجدي يعني بفضل الله اللهم لك الحمد، اكثر من 3 مليون معتمر محمد الفقي، ده فضل من ربنا ونعمه يعني بسم الله ما شاء الله. فان شاء الله السنه العام القادم نتمنى ولا يبقى 6 مليون و10 مليون ده ربنا في زياده بامر الله، ده وعد يعني نكون سبب ان شاء الله الرحمن يعني. طبعا وان شاء الله نكون سبب ان شاء الله نكون سبب اللي احنا نساعد احباب ضيوف الرحمن يا رب. احنا عايزين نتكلم استاذ احمد، وعايز انا اوجه الشكر والاحترام لشركه كينج توت، الحاج حافظ معالي المستشار حافظ عبادي ادانا الفرصه بتعاون مجموعه احباب الرحمن مع شركه كينج توت بصراحه. سعاده المستشار راجل فاضل اخلاقه، وكان هينورنا الحلقه دي بس حصل ظرف يعني والله اعتذر مع الاسف، شخصيه محترمه خبره في المجال لسنوات يعني، هو شركه كينج توت من اكبر شركات السياحه في مصر بسم الله ما شاء الله ما شاء الله. بفضل الله ان شاء الله نوعد كل الناس ونوعد كل المسلمين، هتبقى برامج مميزه جدا بسم الله جداً. ما شاء الله. لا يكون معانا في حلقات تانية ان شاء الله، احنا همزه وصل لحد مع الشيخ احنا بنقول له واصل لن تقف، احنا بنقول له احنا على الهواء مش همزه وقف، ابنه ابنه فظيع احنا مستنيينك في همزه وصل. انا عندي برا ابني على طول كل شويه يقول لي عاملين دعاك قوي قوي يا شيخ محمد مع همزه وصل، عامر الصغير بيقول لي رمضان كريم مع همزه وقف. الاطفال الصغيره انا عندي بنتي ساجده برضه نفس، وانت عارفها يا شيخ محمد يعني ربنا يبارك لك في ساجده وانس وسما. احنا حابين نقول ان احنا معانا فقره ثانيه فيها المهندس احمد عبد العاطي، ومعانا اطفال اطفال حلوين جدا قاعدين بره مستنيين بعد الفقره نموذجين مفاجاه ان شاء الله باذن الله. قاعد معاهم قبل الهواء يعني ناس طفلين جمال جدا. بس يا استاذ احمد عايزين نشير يحضروا اكنهم داخلين يعني مسابقه جامده، وده فضل من ربنا. عايزين نشير نقطتين مهمين جدا يا استاذ احمد، العقبات اللي بتواجه المعتمر والنيه. والله احنا احيانا في ناس نيتها غير سليمه بتعطل فوق مولانا. بالنسبه للعقبات، في عقبات بتبقى خارج اراده الشركه تمام. يعني انت بتروح تحجز طيران، يجي تلاقي تذاكر الطيران كلها نفذت، فبيبقى السيستم وقف، فبتضطر ان انت تاجل يوم او يومين. ده المعتمر ما بيحس بده بيبقى زعلان جدا. او مثلا زي الايام دي في مكه 3 مليون او اكثر، فبتلاقي زحام شديد، فالاوتوبيسات مثلا بتتاخر بالنسبه للباصات، فبرضه المعتمر بيحس بالنسبه للبرنامج الاقتصادي في برامج جنب خارج عن اراده الشركه بجانب الحرم. احنا بيبقى خارج عن ارادتنا، احنا عايزين نخدم الناس لوجه الله اكيد يعني، بنحاول على قد نقدر ان احنا نوجه الناس ونساعد الناس، ومعانا اشراف ديني واداري قوي جدا. اجمل رحله في الدنيا في العالم حقيقة. اجمل حاجه، بص الحاجه الوحيده اجمل سياحه دينيه ممكن تعملها. انا اول مره اطلع حج السنه اللي فاتت مع الصحبه الجميله اللي قلت عليها دي، يعني هي جت من عند ربنا ليا بفضل الله تعالى، ما كنتش متوقع ان انا اطلع حج اساسا، فلقيت لك فعلا حاجه من عند ربنا. ربنا بينده كده والله العظيم. حاجه دكتور شريف، الحاجه الوحيده اللي انت ما تشبعش منها. والله لا احنا لازم نبني، واللي راح مره او اتنين كل ما يرى الكعبه او يرى عرفات يشتاق، الاشتياق والعين. اللهم زيد هذا البيت تعظيما وتحس بوكاء وحنين شديد. فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يوعدنا يكتب لنا السنه الجايه نبقى على عرفات يا رب. ربنا يكتبنا والسامعين والمشاهدين وكل سامعنا وشايفنا دلوقتي، نسأل الله لكم جميعا حج بيت الحرام وعمرة ان شاء الله. العقبه الاولى، العقبه الثانيه النيه ديت هي القصد او الغايه كما تعلمنا منك فضيله الشيخ محمد جلال، كان دايما لما يجي في احاديثه او خطبه يتكلم ان النيه لازم يصدقها اي عمل صح. فاحنا مشكله في لازم نجدد نوايانا والاخلاق، الاخلاق والسلوك للمعتمر. ده انا عايز اركز على الموضوع ده يا استاذ شريف، مش ممكن مش ممكن الاخلاق والسلوك يا جماعه، يا جماعه الخير والله مولانا احنا عندنا اشكاليه جامده قوي والله. ما احنا اتعلمنا من سيادتك، فلازم يبقى في نيه
للمعتمر وللشركه اللي بتودي المعتمر. هي بقى النيه دي. يعني ننهي الحلقه بقى والفقره الاولانيه بكلمه جميله لحضرتك والشيخ محمد فين. ثانيه بالظبط. انا بدعو الله ان يصفي نيتي ويجعل نيتي خير يا رب، وان يجعل العمل يصدق النيه. نعم. الله الله. نعم. وانا هبعت رساله بس لمعالي المستشار حافظ عباد تاني عشان ادينا الفرصه طبعا. والنعمه والفضل اللي احنا نبقى في توامه وشراكه مع شركه كينج توت. ربنا يكرمك. شكرا استاذ محمد، شرفتنا ونورتنا والله. وان شاء أنا الله انا ليا الشرف بوجودي يعني، وبشكر العاملين على برنامج نلتقي لنلتقي ان شاء الله. وحملة همزه وصل ليها بصمه في جميع انحاء مصر ان شاء الله باذن الله. الله عليك. الله يكرمك. شرفنا جدا بيك استاذ محمد، وانا سعيد بوجودي معاك يا فضيله الشيخ. احنا بقول الله يعزك يا استاذ احمد، شرفتنا ونورتنا، وشرف طبعا لينا جميعا وللقائمين على القناه. نلتقي لنلتقي دايما ان شاء الله باذن الله. خليكم معانا، نطلع فاصل ومعانا في الحلقه الايه الجايه ان شاء الله باذن الله مع مهندس احمد ابو عاطي واثنين اطفال ما لهمش حل. خليكم معانا. رجعنا لكم بعد الفاصل، معايا طبعا والضيف الغالي جدا وبيقدم معايا برنامج الشيخ محمد جلال، وبيشرفنا الصديق العزيز جدا مهندس احمد عبد العاطي. ازيك يا باشمهندس احمد؟ الحمد لله رب العالمين، شرفتنا ونورتنا في همزه وصل. الله يبارك في حضرتك، ده النور حضراتكم، وحضرتك يا دكتور شريف، وحضرتك يا شيخ محمد، ربنا يبارك فيك يا رب، وكل عام ومصر والامه الاسلاميه والعربيه بخير واليمن والبركات يا رب ان شاء الله. ومعانا بقى الطفل الجميل ادم. ازيك يا ادم؟ الحمد لله كل سنه وانت طيب. ادم دكتور ما شاء الله، عايزين نقول للناس. قرب منك الميكروفون، قرب. اتفضل اتفضل ادم، عرف نفسك. انا ادم انا ادم عماد. عماد حمدي. ادم عماد حمدي، نسيت اسمك. شرفتنا يا ادم، شرفتنا. ربنا يحفظه من الطلبه المهذبين معانا سلوكيا واخلاقيا. دكتور في المقرا ما شاء الله، انا بحييه بصراحه وبحيي والده بصراحه في البيت، المتابعه الجيده بسم الله ما شاء الله ليها وازع ديني كويس ما شاء الله. ادم اوشك على ختم القران، اللهم صل على النبي. ما شاء الله لا قوه الا بالله. طبعا من راى يا جماعه، من راى في اخيه شيئا حسنا فليبارك، فنقول جميعا بارك الله فيه، بارك له، نسال الله ان يبارك في جميع ابنائنا واولادنا، ويجعل اولادنا من حفظه القران يا رب العالمين. عدوي ازيك؟ عدوي طبعا الجميل. عدوي المنشد الجميل بتاعنا بقى، عدوي ده جميل، حاجه جميله كده يعني، شخصيه جميله صراحه ما شاء الله. الله اكبر. سلوكيا برضه، سلوكيا. احنا دايما كده في همزه وصل مع الشيخ محمد جلال، عشان نقول للساده المشاهدين واللي بيسمعونا واللي بيشوفونا، ان احنا دايما نجيب كل حلقه ناس متميزه. انا جبت من وجهه نظري يعني، انا والشيخ محمد جلال المهندس احمد ابو عاطي، شخصيه جميله جدا، وقلنا نكرمه النهارده يعني ان شاء الله يعني حقيقي. عمل حاجات حلوه جدا جدا جدا، نجبر الخواطر بقى لنا 18 سنه حقيقي. فدي اقل تكريم ليه مني ومن فريق برنامج زملاء عظيم وهمزه وصل بيكرموه استاذ محمد، ونكرم الاطفال دول. وبنقول طبعا يا دكتور ان اي حد عايز يبقى همزه وصل معانا من خلال اي نموذج جميل او موهبه جميله يتواصل معانا، همزه وصل يشرفنا ويتواصل معانا بالاتصال او على الواتس على الرقم اللي على الشاشه معانا، يتواصل معانا لو شايف ابنه في نموذج في موهبه معينه. تمام. خطابه اي مكان، همزه وصل ان شاء الله عز وجل نتواصل في الحلقه الاخيره من رمضان باذن الله تعالى، هتكون حلقه مميزه باذن الله تعالى. قبل ما نبدا بقى مع المهندس احمد والطفلين الجمال دول، عايزين بس على الشاشه كده اداره البرنامج يجيب لنا مسابقه القران الكريم. في ما شاء الله اكاديميه كويسه جدا جدا للكابتن احمد بركات والكابتن وليد، احنا جبناها على الشاشه طبعا اهي، عاملين ما شاء الله مسابقه كويسه جدا جدا ما شاء الله. هي بدات 7 رمضان اكاديميه المستقبل كره القدم، يعني كابتن وليد كابتن احمد بركات ما شاء الله بيتولوها، حاجه جميله جدا ما شاء الله. احنا بنحيي اي اكاديميه ما شاء الله. على فكره بصراحه شفت حاجات كويسه جدا، قلت لازم نكرمهم ما شاء الله. ادم ما شاء الله في اكاديميه بيراميدز، وما شاء الله لاعب ما شاء الله لا قوه الا بالله، برده مهيئ في الرياضه. يعني احنا ما بنقولش يا جماعه نغفل الجانب الرياضه، الرياضه مطلوبه يعني، لا نستغني، مش عشان بقى هو طالب قران او حافظ القران، لا الرياضه مطلوبه برضو. طب نسمع بقى، لا نسمع. نسمع ادم، يلا دق يلا يا ادم، ابدا بادم اتفضل. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. طه ما انزلنا عليك القران لتشقى الا تذكره لمن يخشى، تنزيلا ممن خلق الارض والسماوات العلى،
الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجار بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. ما شاء الله، الله أكبر، تبارك الله، يحفظك ويزيدك يا آدم. مهندس احمد زي حضرتك، الحمد لله رب العالمين، شرفتنا ونورتنا والله. والله ده بنور حضراتكم والله، وبشكر طبعا فريق الاعداد بتاع برنامج همزه تواصل، وبشكر طبعا يعني فضيله الشيخ محمد جلال والدكتور شريف حسن، ربنا يبارك فيكم يا رب، وجزاكم الله خير على الاستضافه الجميله والله. طبعاً دي طبعا والله، وشرف ليا ووجودي مع حضراتكم والله، اقل تكريم والله لحضرتك، اقل تكريم والله يعني كرامك، تكريم بسيط كده والله يعني هو انت والحاجه وعايزين نحلي بلاله لين يا بلاله لين، احنا بنحييكم على الهواء اهو مع بابا. ربنا يحفظه ويبارك فيهم يا رب، ربنا يبارك في ابنائنا جميعا، اللهم امين. لا من الشخصيات الجميله والله، يعني بحبه في الله والله، ربنا يجعل محمد يا رب ان شاء الله للصالحين، اللهم امين يا رب، اللهم امين، ودعوات حضرتك الله يحفظك يصلح حالهم وحال الأمة الإسلامية إن شاء الله. طيب معنا طبعا عدوي النهاردة، مشرفنا ومنورنا مع دؤدؤ الجميل. سمعنا يا سيد عدوي. طلع البدر، تفضل. يلا تفضل يا عدوي، ابدأ يا شيخ عدوي. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا من ثنيات الوداع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع. حاجة جميلة كده، الأذان لنصر الدين تبار، اللهم صل، تخش بيه كده جميل، حاجة جميلة قوي يا دكتور، ما شاء الله، اللهم صل على النبي، يلا يا عدوي ان شاء الله، يلا يا عدوي. الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة
عليك ما شاء الله عليك يا عدو ما شاء الله يفتح عليك والله ما شاء الله ما شاء الله. مهندس احمد بقى همزه وصل اتفضل. طبعا انا بالمناسبه السعيده دي طبعا احب اشكر فريق همزه وصل طبعا الناس الافاضل الدكتور شريف حسن ربنا يبارك لك يا رب الدكتور صلاح فيرو الكابتن احمد ناصف وجميع افراد الفريق الافاضل واللي انا فعلا الواحد بيحبهم وبيعزوه ربنا يكرمك يا رب بعزهم في الله سبحانه وتعالى ربنا يحفظك وان شاء الله ربنا يكرم ان شاء الله وتستمروا ان شاء الله في عمل الخير دايما ان شاء الله ما حييته يعني احنا عايزين نقول كلمه كده همزه وصل ان شاء الله ودايما يعني انتم معروفين دايما باعمال الخير ومعروفين ان بجبر خواطر الناس والمحتاجين وذوي الاحتياجات الخاصه على وجه الخصوص ذوي الهمم والله او ذوي الهمم او احنا قدامنا دقيقه فعلا ذوي الهمم فعلا يعني حقيقي فعلا تنصح بيه كده باشمهندس احمد ولادك والشباب يعني عايزين نصيحه اخيره كده كبسوله لهمزه وصل للساده المشاهدين معانا والله يعني احنا دلوقتي خير يعني يعني خير الناس انفعهم للناس الله ما شاء الله الله فعلا يعني الانسان لما يكون ماشي في جبر الخواطر الناس وماشي في الخير وفي عمل الخير ومساعدة الآخرين يعني أيا كانت حجم المساعدة مش لازم يكون ده يكون ذوي همم فقط أو غيرهم لا ممكن يكون في أشخاص فأمس الحاجة للمساعدة أحسنت فعلا ربنا يجبر بخاطرك يعني أشخاص كتير يعني مع بعض في الخير ودايما يعني إحنا يعني الحمد لله رب العالمين ربنا كان ليا طبعا الشرف ان انا اكون مع فريق همزه وصل ربنا يحفظك فعدد مثلا من الايفنتات وعدد برضو من المواقف اللي هي الجميله اللي هي طبعا فيها مساعد الخير وفيها ذوي الهمم ان شاء الله يعني نكرم اولادنا واحبابنا نكرم اولادنا واحبابنا اتفضل يا ادم ان شاء الله كل سنه وانت طيب ده الاستاذ احمد مهندس احمد عباطي جزاك الله خير استاذ احمد جزاك الله اياكم الله يكرمك اتفضل الله خير على حاسس اتفضل يا باشمهندس اتفضل اقعد اتفضل اتفضل نكرم الاستاذ عدوي اتفضل جزاك الله خير يا عدوي اتفضل يا باشمهندس اتفضل اتفضل دي شهاده تقدير وادم عماد حمدي جزاك الله خيرا نورتنا وكان يكرم في الحفله وسبحان الله تم تكريمه يوم على الهواء يعني بشكرهم. يسعدني طبعا ان انا طبعا يعني الواحد يعني يكرمهم طبعا ويكرم مهندس احمد بالدرع الجميل ده كاميرا تجيبه طبعا بسيط اتفضل يا ولد الدرع الجميل ده المهندس احمد حاجه تكون بسيطه كده من فريق همزه وصل الشهاده كده من باين الشهاده ودي بقى من فريق همزه وصل للمهندس احمد عبد العاطي يعني من فريق همزه وصل لكل واحد بيجتهد شكرا جدا لك شكرا 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 كل سنه وانتم طيبين نورتونا يا شباب وربنا يجازيكم كل خير نلتقي لنرتقي دايما ان شاء الله في حلقه جديده ويوم جديد وهمزه وصل جديده مع الشيخ محمد جلال وشريف حسن كل يوم 2:30 نلتقي لنرتقي شكرا جدا ليكم شكرا